السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد قناة الرافدين حتى نعرض به المقاطع اللي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر بها مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة، حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي إحنا راح نطرحها لكم أو بالمواضيع اللي أنتوا تردون تطرحوها على البرنامج. مشاهدينا الكرام، أول ملف ويانا اللي راح نبدي به هو ملف المعتقلين ومشاكل أهالي ذول المعتقلين ومطلبهم الرئيسي اللي هو العفو العام عن أبنائهم، عن ولدهم اللي موجودين داخل السجون وأغلبهم أبرياء وأغلبهم أخذوا منهم اعترافات بأساليب غير صحيحة. عندنا تظاهر العدد من ذوي السجناء والمعتقلين بالسجون الحكومية بوسط العاصمة العراقية بغداد، يطالبون بهذه التظاهرة أن يتم إقرار قانون العفو العام وأن يتم الإفراج عن ولدهم اللي معتقلين داخل السجون الحكومية. هذولا تجمعوا بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وطالبوا الحكومة، طالبوا المجتمع الدولي، طالبوا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية الدولية والمحلية أن يضغطون أكثر وأكثر وأكثر حتى يطلعوا لهم ولدهم من المعتقلات، وأكدوا أن ولدهم المعتقلين دا يتعرضون بداخل السجون للتعذيب حتى يخلوهم يوقعون على اعترافات كيدية وبدوافع طائفية. خلونا نشوف. الشارع العراقي جميعا حياكم الله من ساحة التحرير الحديدة، حضرنا اليوم مع عوائل السجناء نطالب بفقرة العفو العام. هذه الفقرة شرعية، هذه الفقرة واجبة على الحكومة العراقية أن تطلقها. احنا اليوم من خلال هذه الجماهير اللي واصلة من كل محافظات العراق جاي نوصل رسالة لرئيس الجمهورية ولرئيس البرلمان ولرئيس الوزراء ولفؤاد زيادات وللقضاء العادل، نقول لهم عمي هذه الفقرة لازم تنطلق، هذه الفقرة فقرة العفو العام لازم تنطلق. للتوضيح للتوضيح، احنا اليوم عوائل السجناء جايين وحاضرين ومساندين عوائل السجناء وما عندنا شيء خسره. الشارع العراقي وجهاء العشائر الثوار الاحرار الابطال كلها مسانده هذه الفقره. للعلم والاطلاع، احنا لا نداعي بالقتله ولا نداعي بالمجرمين، احنا نداعي بالناس المظلومين. اكو ناس عندنا تكسرت انظلمت من المخبر السري على الارهاب، واكو ناس عندنا انظلمت وتكسرت بالعداوات، واكو ناس انظلمت عداوات عشائريه. فاحنا نطالب الحكومه العراقيه بالابويه والانسانيه والاخويه، نقول معنا هذا الشعب يستاهل، نريد من عندكم فقره العفو العام. والله هو ما الشعب يستاهل، ايه يستاهل، عظيم اللي شافه، عظيم اللي شافه خلال سنوات مو يوم ويومين، عظيم اللي شافه من 2003 لحد هاي اللحظه. اكو ناس انحرمت من ولدها، واكو اولاد انحرموا من ابهاتهم، واكو اخوان انحرموا من اخوتهم، واكو ازواج انحرموا من ازواجهم. السبب كله انه اكو واحد مخبر سري بين ليله وضحاها طلع وعرفنا مصطلح المخبر السري اللي ما كان معروف، واللي يروح يعطي اخباريه على واحد هو اصلا ما مسوي شيء. هذا الواحد اللي يروح يعطي اخباريه على واحد ويدخل للسجن ويكتشف انه اكو مخبر سري مخبر عنه. وغير المخبر السري قضايا كثيرة هواية إذا أريد نحكي بيها. عندنا مقطع فيديو ثاني، هذا المقطع بساحة التحرير همينة بداخل العاصمة العراقية أو بوسطها بغداد. العشرات من النسوة المسنات الكبيرات بالعمر جني من مختلف المحافظات العراقية حتى يشاركن بهاي التظاهرة اللي الطالب بالعفو العام والإفراج عن ولدهم المعتقلين بالسجون الحكومية ومن سنوات وأغلبهم ابتهم كيدية وشاية المخبر السري سيء الصيت. خلونا نسمع. باطل 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 باطل
كل دول العالم بين فترة وفترة طلع عفو عام. كل دول العالم تطلع عفو عام عن كثير من القضايا. مو كل اللي موجودين بالسجون هم يهددون الأمن القومي أو أمن البلد بشكل عام. أكو هواية قضايا الدول لما تفكر بها، السرقات، الجرائم البسيطة، ذن رأساً يطوهم عفو عام. حتى أولاً هي دعاية للحكومة، ثانياً هي يفرحون الناس، ثالثاً إنه يقول لك خلص إنه هذا سجناه وعرف، إذا كررها راح يطب السجن مرة ثانية. إلا بالعراق البريء مسجون وأهله يطالبوا له بعفو عام. ولحد اللحظة نسمع بين فترة وفترة أكو عفو خاص، عفو خاص راح يطلع، أكو عفو عن ما أعرف شنو، والناس تتأمل وتقول إيه يا الله اللي قضى نصف محكوميته يطلع، يقولون يا الله. ولحد الآن ماكو شيء. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على قضية المعتقلين، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك محمد العراقي يقول: للأسف الشديد عفو صار 10 سنوات مدى يتنفذ، ويتعرفون 75% أبرياء والباقي مسيطر عليهم، لو خليهم تصرفون بضايع بروسهم. خالد جاسم: مطلبنا العفو العام عن كل مظلوم، يا رب فرجك. ضياء الدين الربيعي: طبعا يقولون تبييض السجون لأن يعرفون كل اللي بالسجون أبرياء، لذلك ما ينطوا لأن راح يخسرون المليارات اللي نهبوها من أهالي المعتقلين. يحكي هنا عن الابتزاز اللي يصير بحق ذوي المعتقلين. أحمد الحامد يقول: أهم القوانين هو قانون العفو العام لوجود أبرياء ومظلومين داخل السجون، يستغيثون بالله ثم بيكم ويطلبون الرحمة والله عوائلهم تدمرت. مشكلة المعتقلين اللي موجودين داخل السجون الحكومية وخصوصا الأبرياء أنه أكو قضية لازم نحكي بها. شنو تعريف المعتقل أو شنو تعريف السجن؟ هو مؤسسة حكومية إصلاحية. هاي تعريف السجن بشكل عام بالدول اللي تحترم نفسها. السجن هو عبارة عن مؤسسة، شخص سوى جرم ما انحكم بمدى الجرم هذا اللي سواه مدة معينة، يقضي مدة محكوميته داخل سجن. داخل سجن يعرف به أنه هو مقيد، مقيد بالطبة والطلعة، مقيد بكل شيء، محروم من كل شيء. هاي بحدها هي عقوبة. فالسجن هو مؤسسة إصلاحية. إلا بالعراق، بالعراق هم ماخذين السجن غير فكرة، سجن لإذلال، سجن لتعذيب، سجن لابتزاز، وهو صار مصدر رزق. الأكل ما أدري بيش، الغراض ما أدري بيش، حتى الغراض اللي جيبوها الأهالي إلى ولدهم المعتقلين يبيعوا لهم إياه بيع وبأسعار خيالية. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أفل، هم من يقولون المخبر السري، المخبر السري زين، أنت من تقول دولة وقيادة وقانون، يعني أنت شنو معتمد على المخبر السري؟ المخبر السري شنو المخبر السري؟ المخبر السري يعني جزء كناس يظلمها وكناس يدمرها. يعني أنت مو عندك مختار، عندك مختار منطقة وعندك عشيرة وعندك لقب وعندك كل هذا تقدر تشيك عليهن. يعني مثل يوم طلع خميس الخنجر على قناة الفلوجة، من يقول واحد انسجن والله ابنه زايرة، يقول من نشيك عليه ونسوي عليه يطلع ما عنده كل ولد، والولد على اساس ابنه داعشي وجاي زايرة وابوه مساعده بفلوس. نعم بفلوس. بعدين تطلع الدعوة عليه دعوة كيدية، هو يخسر بالسجن وعنده قاع مدري وين جنوب بغداد او بغداد، بدك تاخذ هالميليشيات وتقاسمها وتبيع على يسمه ويبيعون بيته ويطلع ايد ورا وايد قدام. زين ها شنو ذنبه؟ يعني فايق زيدان معي يشوف هذا الشيء قدامه؟ نعم. زين ها شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ زين هذول المعتقلين، هسه المعتقلين بالسجون كلها دعاوى كيدية. زين الدعوى الكيدية شلون يدفع ثمن؟ شنو من ايش راح تعوضه؟ نعم. القاضي له 5 سنين و6 سنين و10 سنين، يعني التعويض ماله شنو؟ نعم. يعني والله المخبر السري برا يتفتل وهو جوا الله يقبلها. يعني احنا من نسولف اكو ناس ترى نوبات من السب. استاذ أفل انت تقول ما نقبل ما نسمح بالمسبة، اكو عالم ترى من ضيم قلبها على السب وتحكي. نعم. واكو ناس ترى تطلع من الطريق ماكو تقوم السب. نعم. من ضيم شايلته. مفهوم.
والله يا ابو عبد الله كلامك عينه على الراس، يعني انا ما اقدر اكبح مشاعر الناس، لكن القصد من عند انه احنا برنامج اكو ناس بدها تشوفنا، فاحنا ما نخلي مجال لاي شخص انه يعبر هذا التجاوز احتراما لمشاعر المشاهدين. نعم استاذي، مع احتراماتي لكل المشاهدين وقناتكم الطيبه، ترى اكو ناس من ضمنها، شوف اكو ناس ترى انحرفت بدرب اعوج الطريقه اعوج من كثر الضغط عليها. من كثر الضغط عليها تلك الطريقه، يقول لك انا اروح ويا داعش اروح ويا اي جهه، المهم اريد انتقم، انا من زيد من الناس اذاني. يعني تعذيب السجون الله اللي يشوف العبد بشر. يعني اكو ناس ماكو قامت تقول لك ايه بس جيب خله وقع شو تقول، بس اذا خصنا التعذيب. وقام يبصم ويوقع على تهمه وهو اصلا اساسا مو يمه. نعم. واكو ناس انحكمت واكو ناس انعدمت، والله تشابه اسماء. دين تشابه اسماء استاذ افل رحمه لوالديك. دين تشابه اسماء. انا بصلاح الدين وتشابه وهلاك بالموصل او كوك. دين ما تفوق. اللقب يفوق. الام الثلاثي الرباعي ما يفوق. نعم. اكو ناس انعدمت راحت بالدين. يعني شو بالذنب استاذ؟ نعم. يعني شو يقول له؟ يقول له حسبي الله ونعم الوكيل. يعني حسبي الله على منو؟ اطبق وعنط الامر غير. وانت من تجي تقيس تترقبات الاوان كلهم مترشحون الرشوه بدمهم تمشي من قاضي لمحامي. يعني اكو دعوه انت من الطبع على القاضي يقول لك روحك مش محامي. ليش اكو مش محامي؟ انا ما اعرف اسولف. ليش المحامي السولف وياي؟ ليش انا ما اسولف وياي؟ المحامي ليش يفرق عني؟ انا حقي 1 2 3 اعطيني حقي. هاي صارت وياي من احكي القاضي ماكو. بعدين من جيت على درب علي والبس يفر براسه. هات قاضي عم هذول مقضات ناس حراميه ناس سراق. وانت تقول انت مع احترامات شخصك، مع احترامات شخصك تقول المعتقلين في سجون الحكومه. يا وين الحكومه استاذ العزيز؟ الحكومه يجي بالبرلمان مثل محمود المشهداني، غير محمود المشهداني يطلع حسب التقاعد 57 مليون. وين كل حكي 57 مليون هنا؟ انت اذا تقسم على عائله على كل مليون على 57 عائله تاخذ على الراتب. ويبكي وجه الله راجع عجيل ياور طلع ب 50 مليون ما ادري كم مليون. انا كنت حكي عمي هاي الموازنه صارت بس لهم، النفط بس لهم. يا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. الله يوفقهم والله لا يجزيهم خير ان شاء الله. نعم. ونعدت الله على ابراهيم الرجاف، ونعدت الله على هاي السفيره هاي تجي ماكو هاي داي حلم حرف الله. مع احترامات لقناتكم وللشعب العراقي، تجي سفيره عراقيه والله فتحه مطعم ولا فتحه بكره. يعني على هاي الحبس الفقير. نعم. يطلع محافظ والله يفتح مطعم، انت تفتح مطعم. يعني هاي بس هنا مراجلك بس على المطعم، روح افتح فريد شيء للشعب. افتح مصنع، افتح فريد شيء مال الدوله. دول مصانع عزتوها، مصانع كربلاء ومال بلد وكلها ذن تعزلت مصر في سبيل ايران تمشي بضاعتها. نعم. ويقول لك والله امريكا تحاصر ايران، كل حصار ما يصير على ايران، ما زال العراق موجود. والسماء ترى مالاتهم موجودين بالعراق، ايران ما يمسها حصار ابد. نعم نعم نعم. يعني ممنون منك. شكرا لك ابو عبد الله، انا ممنون منك ولسعة صدرك، لكن اعتبت على قضيه انه انا اقول السجون الحكوميه، انا قلت السجون الحكوميه لسبب، وهو انه هو السجن هو مؤسسه تابعه الى جهه، هاي الجهه اللي هي وزاره العدل. وزاره العدل تابعه الى الحكومه. اوكي احنا ما بدنا نحكي هاي الحكومه شرعيه مو شرعيه، معترف بيها ما معترف بيها، احنا ما بدنا نعطي شرعيه لما نقول السجن الحكومي، بس انا دا اعطيك الاسم او المصطلح الحقيقي او الاسم المعترف به الى اي مؤسسه، فمن دا نتعامل دا نتعامل بهاي المسميات حتى الناس تعرف انه هذا السجن تابع لمن. لمن مشاهدينا الكرام؟ أنا لما قلت السجون الحكومية أكو سجون بالعراق بعيدة عن السجون الحكومية تابعة إلى ميليشيات وتابعة إلى أحزاب ذني ما مسجلات، لأنه لما يسجل هاي كارثة بها اختراق لكل قوانين الحقوق الإنسان اللي معترف بها دوليا ولكل مواثيق حقوق الإنسان الدولية. فلهالسبب احنا نحكي لما نقول حكومية وأكو شيء اسمه غير حكومي. اللي موجود بالسجون الحكومية ذول اللي أهلهم يعرفون بيهم، أما اللي موجود بغير السجون الحكومية دولة بالتأكيد أهلهم ما يعرفون بهم، لأنه أهلهم من يعرفون بهم شو صار سجن سري مثل ما يقولون. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أخوي سادة، أسعد أحييك وحيي قناة الرافدين. حياك الله أخوي عزيزي. هم من 2003 لحد الآن تدمير العراق، مخدرات في لك الله، اللي يزرعون حنطة يحرقون الزرع مالهم. نعم. حتى على موت خوالهم العجم. نعم. أما دول المساجين خطية الأبرياء
وانا جاي تاجرون بيهم كفيلك الله جاي بيعهم بيع من سجن السجن جاي تاجرون بالمساجين ود الخايبه نعم يا حكومه ذولا يا عمي ذولا شله عصابهم شله مافيات ذولا يقولون على المجاهدين يا مجاهدين ذولا جاهدون على المخدرات يهربون المخدرات والنبوط مجاهدين ما ليش ما النبوط يهربون مجاهدين ما المخدرات نعم الواجب ذولا دمروا العراق من 2003 هم ذولا اهل العمايم ظل قاعدين بكربلاء والنجف عم سووا لعب لعب والله العظيم حتى تاجرون ود الخايبه بالنساء والرجال يبيعون بيع كفيلك الله بالسجون من يحاسبهم محمد الحلبوسي الحرامي النشاد هي المناطق السنيه من وراء محمد الحلبوسي كفيلك الله هو باحة والله العظيم يومك حيجي يوم والله لما انشنقك انت وعائلتك يا هي السافل وانت والميليشيات هاي تحياتي للقناه الترافيه نشكرك عمري حياك الله اخوي العزيز محمد. ننتقل هسه الى واقع الصحه المتردي بالعراق وهي اقل كلمه اقدر اقول عليها متردي. عندنا لقطات من داخل صاله الجراحه العامه بمستشفى سوق الشيوخ العام بمحافظه ديقار. هاي المشاهد راح تشوفوها بعد شويه راح تعكس لكم حقيقه الواقع بحيث انه الواقع الصحي بالعراق صارت بصاله العمليات حالها أسوأ من محل الجزاره يعني محل الاصابه بباقي دول العالم. خلونا نشوف. صالة عمليات سوق الشيوخ، مستشفى سوق الشيوخ. وعلى الدكتور وهذا المي غير معقم، هذا من البوري راسا. هذا غرفة العمليات، هسه صالة العمليات. هاي صالة العمليات حاليا تجري بها عمليا. هاي ممنوعة صحيا دكتور. يعني المفروض هي سيل الصحة تعرف بها صحة ضيقة، تعرف بهاي الأمور. قائمة مالت الحفر من ثمانية وهسه وبعد ثمانية اساس تعقيم سابقا نعم انقطع عنها المي انقطع يعني وحده بدون فهسه مو شغالة انقطع لا هو تقريبا من نهاية السبعينات مستشفانا صحيح؟ مو من نهاية السبعينات تقريبا هاي صالة عمليات ما شاء الله تعرفون انتم صالة باوع اريد اقول لكم شغلة واحدة قبل اول ما بلش الطب يتطور كانوا الاطباء ما يغسلون اياديهم الطب يسوي العمليه بدون ما يغسل ايده اكتشفوا انه اكو خصوصا بحالات الولاده اكو نساء او اكو اطفال دا يموتون ودا تزيد هاي الحالات لما سووا تحاليلهم اكتشفوا انه الطبيب اللي ما يغسل ايده اكو ميكروبات مرات ينقلها الى الام او ينقلها الى الطفل فخلوا قانون انه الطبيب مو بس يغسل ايده يتعقم ويكمل التعقيم نفسه كامل برا غرفة عمليات يلا يطب حتى يحافظون على نظافة غرفة عمليات لأنه هذا أكثر مكان تنتقل به الأمراض خصوصا لما يكون الإنسان دا يسوي عملية أو جزء من جسمه مفتوح للعملية إلا بالعراق غرفة العمليات اللي عندنا حالها حال معمل مال جيبسون بورد حالها حال معمل مال بورق يسوي سقوف ثانوية بأي مكان وقد يكون المعمل الدعش عنا أنظف من هاي الغرفة هذا الحال مو غرفة عمليات هذا الحال غرفة إعدام مؤقت المريض يطب بشغلة يسوي عملية رفع زائدة دودية يموت بهاي الأمراض اللي تجي من وراء هاي الغرفة أما بغداد مستشفى الشيخ زايد هاي المستشفى الحديثة المتطورة الجديدة عندنا مواطن ينتقد عدم وجود كراسي متحركة حتى ينقلون المرضى ويعرض لكم بالفيديو كرسي متحرك ما يصلح للعمل ويقول هذا الموجود خلونا نشوف يعني بس أريد أحكي حكاية واحدة وخلي يسمع يا أنت وزير الصحة رئيس الوزراء هاي عربوانة مال البشر هاي شوف يلا والعربوانة بالواسطة ترى بس من يجي المدير ينزلون العربانه بس عربانه عندهم من مات فوق مات فوق هسه واحد قال لي من يمهم شنها هذا كرسي متحرك بمستشفى وجديده هاي المستشفى نطلع هسه الى محافظه النجف تحديدا مستشفى النجف التعليمي المستشفى هاي مفروض اكو بها سيارات اسعاف لكن واقع الحال يحكي غير هالشيء سيارات الإسعاف موجودة بس راح نسمع من المواطن يقول
انه المستشفى تمنع سيارات الاسعاف من العمل اي سبب كان، ما يعرفون شنو السبب، وهم ينجبرون انه ينقلون مرضاهم بمركباتهم الخاصه او بسياراتهم الخاصه للمستشفى. خلونا نشوف. باكستان وزير الصحه يا دكتور قبل ماكو اسعافات، وهاي الاسعافات لان ارقامهم 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 هاي ارقام الاسعافات. ليش هيك البشر رخيص؟ هيك البشر رخيص عندكم صار؟ هيك وين الراي العام؟ منو مسؤول بالنجف؟ انا اعرف منو مسؤول، والله ما اعرف منو مسؤول، بيات الحسين ما اعرف منو مسؤول. هذا رجال راح يموت، وهذا رجال راح يموت في هذا السير، الجواب واحد جاي يخيبون بالكيافه، ما حد يشيله. راح نشيله بسياره خاصه لان اسعاف ماكو. الله يوفقك يا وزير الصحه. الله يوفقكم ان شاء الله. تعرفون سيارة الإسعاف إذا تحركت يقل سعرها، بس إذا ظلت واقفة باكر عقبة تصير آثار ويقدرون يبيعوها بسعر الآثار. أردفتهم يعني لما أكو ثلاث سيارات إسعاف واقفة بالجراج مع المستشفى، إيش تنتظر؟ ما عندكم سواق، العراق مليانين عاطلين عن العمل عينه. ما عندكم مسعفين، العراق خصوصا خريجين الجهات الصحية أو القطاع الصحي موجودين هواية عينه. ما عندكم أجهزة، روحوا سألوا الوزير، قلوا له الميزانية المخصصة لوزارة الصحة وين؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك، مهدي يقول متعودين يسوون هيك بالمستشفيات الحكومية حتى الناس تضطر تروح إلى الأهلية، حسبي الله ونعم الوكيل. أم منتظر العميد تقول إيه صح، العالم لو تموت ما حد يدير بال، وضع زائد عن حده، شنو ذنبها العالم الفقيرة. وحكيم الحجامي يقول عمي افتهموها، احنا ما عندنا دولة، احنا بلد الميليشيات، وباكر هم تطلعون وصيحون هيهات منا الذلة، بعد اكو اكبر من هاي الذلة. وحيدر عبيد البركي يقول عمي مستشفيات العراق كلها نفس الشيء، لا حسيب ولا رقيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قضية المستشفيات احنا دا نحكي عن قضايا انسانية. المستشفى هو مكان اللي يشتغلون بيه عندهم رسالة، الوزير المفروض يدافع عن هاي الرسالة. المستشفى المكان الوحيد اللي المفروض المريض يطب يلقى العلاج ويطلع، ومن حق الفقير قبل الغني أنه يلقى العلاج، لأنه الغني متمكن ماديا يقدر يروح أي مستشفى، يقدر يروح أي مكان، يقدر يسافر لأي مكان حتى يعالج ابنه. بس الفقير توقع بيه الدنيا، ومريضه يموت إذا ما قدر ينقله لغير مكان أو إذا ما قدر يلقى العلاج. فمن حق الفقير يلقى العلاج قبل أي واحد بالدنيا. لكن أنت ويا من جاي تحكي؟ ويا يا وزير الصحة إجا وراء 2003 وفكر بالفقير. محمد بن الحلة حياك الله يا محمد. بعد قلبه شلونكم شو أخباركم؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك، تفضل. احنا والله بالسجين وشويه معاناتنا لحظه انت بيا سجن محمد؟ احنا سجن الاصلاح. سجن الاصلاح اللي بمحافظه بابل؟ اي قول. اي والله نطالب بالعفو. زين بدايه محمد، انا ما اعرف اللي موجودين ايش قد عددهم، القاوش اللي انتم بيه ايش قد، ايش قد الناس اللي موجودين بيه. بدايه محمد شنو قضيته؟ والله احنا دعوتنا مخدرات، بس علينا بس اعترافات، بس اعترافات ما كان شيء عندنا، لا مبرز لا شيء، والحكم نحكم 5 شهور بس احنا ذبونا في سجن الاصلاح. لحظه انت تقول قضيتنا مخدرات بس اعترافات، ما لزموا علينا دليل، هاي الاعترافات من حصلوا عليها او شلون حصلوا عليها؟ هم جماعه يدخنون واشتركوا عليهم. اها زين. والله العظيم القاضي، الأدلة، ما أعرف شنو اللي صار وياك؟ القاضي قلنا له من ورا كثير، والهاي قال ماكو، قال هاي عليكم اعترافات، أثار التعذيب شوفناهم إياهم، هاي ماكو. أها أوكي زين. والله العظيم القاضي حكمنا 5 شهور. زين تعامل التعامل الموجودين بالسجن وياكم شلون؟ والله هنا زين، يعني السجن اللي صار حل زين، يعني تعاملهم وايد زين.
مواجهات ويا اهاليتكم اكل شرب ما اعرف والله بس المواجهه مو زينه المواجهه كلش مو زينه يعني في مين وكش من بتيم لا من اهاليتنا ولا شيء لا نساء ولا رجال سيمين ايش قد مده المواجهه ماكو 10 دقائق طببونا زين تتعرضون الى ابتزاز تتعرضون الى محاولات اذيتهم لكم تعذيب داخل السجون او السجن والله هم بعد هنا يعني بس عندنا المواجهه مو زينه هناك كل شيء زين بس المواجهه شويه مو زين الاكل الاكل زين الاكل مو احنا عندنا فيديوهات عندنا فيديوهات وعندنا ناس اتصلوا بينا من باقي السجون يقول لك احنا الاكل يوصل مو ما يوصل بس يعني ابعد ما يكون عن الاكل ما تقدر تاكله او الكميه قليله جدا 400 واحد يدزونهم وجبه مال 40 شخص مثلا اي هي اكو يعني اكو صحيح بس مو يعني دائميه لا شلون يعني مو دائميه يعني مرات تصير عندنا ها يعني 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 مرات مرات من يرضون يعطوكم اكل من ما يرضون يعطوكم مو اكل يعني هذا هيك دا يصير وياكم اي والله زين الغراض يعني مثلا الملابس وين الملابس احنا عندنا يوم الاحد تفتيش وياخذون ملابسنا كلها يخلي عندنا كيمونتين وبرمودا واحده وبيش تشترون مثلا الغراض ويرجعون هم يعني بيعون البرمودا تنباع علينا ب 20 و 15 زين حمامات السجن شلونها؟ والله حمامات يعني زينة ما في يعني بها الحال زين زين البقية اللي موجودين وياك شنو رأيهم بالواقع؟ يعني بما انك قاعد يمهم قول لهم المذيع يسألني يقول انتو شنو رأيكم؟ والله نفس ما قلت لك يعني بس عندنا المواجهة شوية مو زينة او هاي لا احد ياخذون هم يطبون هم تفتيش جامع يطبون تفتيش ياخذون ملابسنا او هاي وبعدين يرجعون هم يبيعون محمد انت ايش بقيت تقول بس المواجهه الاكل تقول مرات يعطونا يا مو زين الحمام تقول ها يعني المواجهه الفانيله او الكيمونه يبيعوها ب 20,000 شنو الزين بالموضوع يعني وهذا القصد والله شلون يعني شنو الزين بالموضوع وانتم دا تعانون هاي المعاناه هاي شو تسوي العادية أحسن من غير مكان تمام محمد وصل 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 صوتك والله يعينك ويعين الموجودين هناك والله يفك كربتكم يا ربي ويرجعكم لاهاليتكم بس رحم الله والديك يا حبيبي رحم حبيب الله حبيبي والديك الرحمة بس باعوا مشاهدينا الكرام شوفوا المواطن العراقي اللي يا مواصل وصل من دا يحكي كل هذني لا هو مقتنع لا أنا مقتنع ولا أنتم مقتنعين ويقول لك هاي شو نسوي أحسن من غير مكان مع الأسف جوي ناس أبعد ما يكون عليهم أنه أقول عليه ناس أو إنسان وصل العراقي يوصل لهالمواصل هاي أنه يقول لك إحنا انقتلنا وانضربنا والقاضي ما أعرف شلون صار قاضي القاضي بأي دول العالم لما عند اعتراف ورقي ويجي واحد يقول له أنا انضربت انهانيت وهذا دليل رأسا فنش كل شيء وتقولهم يقلهم عيدوا التحقيق شلون هذا انضرب وليش انضرب اكو سجن كان تابع للولايات المتحدة الامريكية الديمقراطية اسمه غوانتانامو كانوا يسجنون بإرهابيين دوليين تعرفون ليش سدوه لانه اكو بتعذيب روحوا دور وراء هذا الموضوع ننتقل الى موضوع ثالث اللي هو الفساد هذا واقع مرير بالعراق واللي الناس عرفت الفساد على حقيقته وراء الاحتلال الامريكي للعراق اللي قال بوش يوم 9/4/2003 انه هم جوي حتى ينشرون الديمقراطيه بس بالعراق ما شفنا ديمقراطيه شفنا فساد الى فساد الى فساد من قتل الى قتل من دمار الى دمار من تهجير الى تهجير من اعتقال الى اعتقال شفنا كل شيء الا الديمقراطيه يعني العراق كل شيء بيه الا مفهوم الديمقراطيه ما موجود ويطلع انه ما حمود يقول ما شنو انتم فرحانين بالديمقراطيه انتم تقولون تسالون المسؤول ايش قد راتبك خاف ما ترضى المهم عندنا ناشط من محافظه واسط يكشف لنا ملفات فساد بداخل دائره ضربه المحافظه وحجم الفساد اللي موجود بها وانه هاي الحالات تصير من دون اي محاسبه تذكر عن الفاسدين بالدائره وتسترهم على مشاريع كبيره تابعه الى احزاب وسياسيين وميليشيات متنفذين خلونا نشوف السلام عليكم
الهيئة العامة للضرائب فرع واسط، دائرة الضريبة بمحافظة واسط، اكو محطة وقود. زودت دائرة الضريبة بمحافظة واسط مالك المحطة ببراءة ذمة من الديون معنونة الى شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة واسط، على الرغم ان مالك المحطة مطلوب الى دفع رسوم وغرامات وفوائد مصرفية وقانونية. هاي الاولى. الثانية انه المحطة من النشأة لليوم ما عليها اي حسابات ختامية، وهاي كارثة كبيرة. اما الكارثة الاكبر، لجنة المسح الميداني بدائرة ضريبة واسط ما زارت المحطة نهائيا، وهاي الكارثة الاكبر. اما الكارثة الاخيرة وهي وجود طلبات موقعة من قبل المكلف ومختومة بختم دائرة ضريبة واسط بدون تواريخ. والكارثة الأكبر، بدون ما أروح الواسط كهرباء ماكو، فأكو محطة، أكو مدير إلها، معفي من الضرائب، معفي من الكشوفات الختامية، معفي من كل شيء، يقبض يلغف يحطه بجيبه ما ينطشي للدولة، والمواطن كل شيء ما يحصل. أما محافظة القادسية، هم أنا عندنا ناشط يكشف عن حجم الفساد بقضاء المهناوية، يقول أكو وعود حكومية هواية وبشكل مستمر كلهن عبارة عن وعود كاذبة. الوعود شنو؟ أن يتم بناء مستوصف أو مستشفى صغير إلى القضاء اللي يخلو من أي مركز صحي بهالقضاء اللي عايشين به تقريبا 100,000 مواطن عراقي. ويبين لكم الناشط بالفيديو التالي بسخرية المستشفى اللي ما إلى أي أساس على أرض الواقع. خلونا نشوف. نحن الآن من محافظة القادسية، قضاء المهناوية، عدد نفوس قضاء المهناوية أكثر من 100,000 نسمة. أقرب مستشفى إلها تبعد عن مركز منطقة المهناوية، قضاء المهناوية 20 كيلو، اللي هي مستشفى قضاء الشامية. عندهم مركز أو مستوصف صحي. المرأة الحامل بالطريق تولد، الحالة الخطرة الكبير في السن، جلطة، حادث سيارات، ويا هاي الطرق الخرابة اللي في محافظة الديوانية قاعد ناس مئات تموت. جاء بعد 10 سنوات من الكتب والتصاوير تم تأسيس مستشفى قضاء المهناوية، هذا بعد 10 سنوات. شوف والله هاي 10 سنوات يوميا يقولون كملة المستشفى. أبشركم يا أهل المهناوية، يا أهل الديوانية، هذا المستشفى تدرون هذا شنو؟ هذا شنو؟ الباب الرئيسي مال المستشفى. هذا دقوا له أساس قبل 5-6 سنوات على مود يقولون هذا الباب المعلق مال المستشفى. منا يدخل السيد الوزير ومدير العام الصحة وكل المسؤولين. من دخلت من الباب دفعت كشفية لو لا؟ الباب نخل. أنا أقولكم شنو، دولة دا ينتظرون نخل العراق كله يموت حتى يأخذون الجذوع مالته حتى يدقون باقي الأساسات، لأنه بالعراق ما عندنا لا سمنت ولا حصو ولا رمل ولا طابوق ولا بلوك ولا مقاولين ولا مهندسين، كل شيء ما عندنا. إحنا ننتظر من النخل يموت نستخدم الجذع مالته حتى يصير أساسات، والسعف من يابس نخليه سقف. الناس لما تفكر وتشوف هاي تشوفها بضيم وتعلق عليها بضيم، مشاكل العراق كبيرة. من فيسبوك أياد خالد يقول عاشت ايدك حجي، افضحهم لهذول الفاسدين اللي ما يخافون من الله. أبو محمد الكناني، خالي ديوانية بصورة عامة ما بيها خدمات، والمهناوية بصورة خاصة نفس الشيء، ما جاها مسؤول نزيه أبد والله. عقيل عباس، قضاء الدغارة بالديوانية 100,000 وما بي مستشفى، يعني هذا قضاء ثاني. عسكر عواد، حتى ناحية الصلاحية نفس عدد النفوس راح يسوون بها جسر ب6 مليارات وهي مستشفى ما بيها. أي لأنه جسر أهم، احتمال يحطون سيطرة منا وسيطرة منا، اللي يعبر منا لهنا يدفع أتاوى مال جسر وكذلك منا لا فيقبضون من عنده. أما يبنوا لك مستشفى وأنت تستفاد من أدها، ليش؟ منو أنت حتى تستفاد من المستشفى؟
هاي قضايانا احنا. احد المعلقين يقول له اي حجي عاشت ايدك فضحهم اكثر واكثر. ما يحتاج هم مفضوحين من قاعهم. هم كل سنه هم يفضحون نفسهم بنفسهم، والدليل روحوا سمعوا اللقاءات التلفزيونيه للمسؤولين. يطلع فائق الشيخ علي يذبهن على الميز، يطلع مشعان الجبوري يذبهن على الميز، يطلع عزة الشابندار يذبهن على الميز، يطلع غالب الشابندار يذبهن على الميز، يطلع واحد متعارك ويا واحد داخل البرلمان ذبهن كتهن كلهن على الميز. هذا حال العراق. بس لازم نطلع هالاشياء. برنامج صوتكم مستمر وياكم، ابقوا ويانا لا تروحون بعيد، فاصل قصير ونرجع لكم. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. اهلا بكم من جديد. هسه نروح الى مشكله جديده، هي مو المشكله جديده، لا مشكله جديده بالحلقه، يعاني منها المواطن العراقي خصوصا اصحاب سيارات الاجره والنقل، يعني دا احكي على سيارات العمومي. حتى نفهم القضيه، هو ان صاحب السياره يجي ويتفاجئ اكو وصل غرامه. بالله اوكي اكو اسباب للغرامات وهوايه، لكن المفاجاه الكبرى او الصدمه لما يقرأ صاحب السيارة سبب الغرامة. فمثلاً عندنا مواطن من قضاء خانقين محافظة ديالة يتفاجأ بوجود وصل غرامة على سيارته، يجر الوصل يقرأ يلقاه من دائرة المرور سبب الغرامة الزينة المركبة على السيارة. لما يباوع ماكو زينة على السيارة ويتساءل وين هي الزينة. تعالوا نشوف هذا الوصل قصدياته هو بالسيطرة المخالفة زينة ومنسقات، زينة وملصقات، هاي هي نوع الغرامة. وهاي السيارة ما أي لزقة، ما بي أي لزقة السيارة، ما بي هاي السيارة أي لزقة بالجام ما نخلي، يعني أمانة الله ورسوله هاي السيارة ما في أسف. هو قصة الوصل هاي السيارة أي لزقة ما نخلي. لا أكو لزقة، وصل المرور اللي عجامة هاي هو لزق الكياب تيب. يعطيك غرامة على لزقة ويلزق الكياب تيب. المهم خاف عباله جام لزقات، المري مثلا اليدات مال بيبان غير لون، خاف عباله لزقات التاير مثلا عباله لزقة. بس هاي لا لا، تعالوا عندنا هسه غرامة ثانية همينة للمرور. واحدة من السيارات بسبب توقفها قرب مستشفى الكرخ ببغداد، بالله لحد هنا الوضع تمام حلو، بس المواطن صاحب السيارة يوثق لكم بالفيديو ويقول لكم وين مستشفى الكرخ؟ أنا ما واقف يمها، والغرامة لكل السيارات اللي واقفة بالقرب من وحدة من الحدائق العامة، يعني يم متنزه. تعالوا نشوف مستشفى الكرخ. مكتوب على الوصل ممنوع الوقوف مستشفى الكرخ، وهذه حديقة، وين مستشفى الكرخ؟ وين مستشفى الكرخ؟ مكتوب ممنوع الوقوف مستشفى الكرخ، وهذه حديقة، وين مستشفى الكرخ؟ ومتى شو تقول المرور؟ يقول لك عم الرجال المرور يشتغلون يأدون واجبهم، واجبهم يقصون وصولات. بنقول له يا بي يقص وصولات، لازم يخلص وصولاته زين. كاتب له ممنوع الوقوف مستشفى الكرخ،
وين مستشفى الكار؟ هاي حديقة، حديقة هاي، هذه حديقة، حسبي الله ونعم الوكيل. بلكت صالة العمليات عز حليقانة يا أخوي، مستشفى الكرخ. إضافة إلى ذلك أن الحديقة من الطرفين، يعني هو واقف بنص الحديقة، بالله اكتب له أنه أنت قاطع المتنزه العام، ممنوع التوقف هنا لحركة مرور المشاة، خليه اقتنع شوية، اعطيه مبرر شوية، بس مستشفى وهو بحديقة. كل دول العالم دا تفكر شلون تقلل كمية الوقت أثناء مراجعة إلى أي دائرة حكومية إلا جماعتنا، لا ولا يمهم، صايرة بالعكس. هم هسا كل معاملة ما كانت صغيرة تاخذ وقت كبير كلش، فعندنا مواطنين من داخل دائرة المرور اللي بالكاظمية ببغداد يمتعضون من الازدحام اللي موجود بداخل الدائرة وتأخر مراجعاتهم والبصمة اللي طول 3 أيام. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالياً أنا مرور كاظمية، يعني هاي وضعية صرفكم. الناس صار يومين اتوقع النظام، ما أعرف شنو النظام هذا، شنو الهيكل نايم، ما أعرف شنو. نعم أستاذ، تفضل تفضل أستاذ. هذا الحال الموجود هناك. الناس علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يانا من علي صباح يقول خويا الامر متروك للسماء، المرور وزاره منتهيه وكل شيء مباقي بيها. وسعد الياسي يقول نرجع ونقول المشكله هي بالتفكير المحدود اللي تمتاز به ادارات المؤسسات العراقيه، فمن يريدون يخططون وينفذون لمعالجه مشكله يتسببون بمشكله اكبر واعقد من اللي حلوها. وحكمه السندال يقول دائره فاشله، همهم الوحيد تسليب المواطن. وستار ساري يقول يا بالظاهر رواتبهم قليله فلذلك يغرمون عامي شامي على ضوء هذا الفيديو. وعدنا اتصال من بغداد، ابو فاطمه حياك الله يا ابو فاطمه. ابو فاطمه، ابو فاطمه، يبدو انه ابو فاطمه ما دا يسمعني. شكرا، شكرا جزيلا لك يا اخويا ابو فاطمه. تمر اليوم الذكرى 19 الأليمة الفضيحة السجن أبو غريب اللي بثتها شبكة سي بي اس يوم 28 نيسان 2004، وكشفت بها عن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين من قبل قوات الجيش الأمريكي، هاي الدولة اللي تتمتع بالديمقراطية، بالسجن سيء الصيت بالعراق. عندنا انفوغرافيك من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي حول هاي القضية، خلونا نشوفها. We'll be right back.
سجن أبو غريب. المشكلة اللي موجودة في هاي القضية، شكرا لقسم التواصل الاجتماعي، انه الحكومات اللي جت وراء عام 2003 او اللي تسمي نفسها حكومات هي بعيدة كل البعد عن هاي التسمية، اتجاهلت هذا الموضوع. والسبب انذكر بالفيديو انه هي سوى جرائم ابشع واقسى بحق المواطنين. تعليق: حجار حار خلوه بالإيديانات وقطعت ايادي، قص اذانات، ضرب بادوات حاده، سووا اللي ما يتسوى اصلا. فلما يفكرون بسجن ابو غريب وباللي سووهم ما فوى لا شيء. والشخص اللي يسوي جريمه تتوقع يدور ورا جريمه؟ المشكله وما بها انه سجن ابو غريب اجى على ايد دوله تدعي بالديمقراطيه، وادعت قبل ذلك انه هي جتي لنشر الديمقراطيه بالعراق، لكن هذا دليل انهم ابعد ما يكون عن نشر الديمقراطيه بالعراق. جو ينشرون شيء هو عبارة عن تخويف الناس، وبينت من ذاك اليوم لما صار التعامل داخل سجن أبو غريب ويا المعتقلين، أو بالأحرى ويا العراقيين. واللي أتساءل عن الحكومة العراقية اللي يدعون إن هم عراقيين واللي يحكي باللهجة العراقية، دولة مو ولد بلدك، دولة مو جنسك، دولة مو أخوتك. ولما تدعون وتقولون إحنا دافعنا عن الأعراض، دولة مو عرضك. لكن المشكلة ويا من نحكي. نلتقي مشاهدينا الكرام إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر بإذن الله. انتظرونا، في أمان الله.